انت تعرفوا ان نواه التمر اللي احنا بنرميها دي لها فوائد عظيمه جدا، اهمها ان فيها مضاد قوي جدا للسرطانات ومضاد قوي للبكتيريا والفيروسات، وبتحتوي على نسبه عاليه جدا من الحديد، بتعالج الانيميا، فيها نسبه عاليه جدا من الالياف، بتعالج كمان من عسر الهضم، كمان فيتامين بي مفيد لصحه الشعر وصحه البشره، كمان نسبه عاليه جدا من البوتاسيوم اللي بدوره مهم جدا لصحه القلب، وايضا تساعد على تفتيت حصوات الكلى. كل الفوائد دي موجوده في القهوه دي، وفوق كل ده دي كاف، يعني ما فيهاش اي كافيين، يعني مش تاذينا خالص، مش هتخلينا نسهر ولا نتعب ولا اي حاجه. فنجان منها يوميا هيظبط معانا جدا، وهنستفاد بكل الفوائد بتاعتها. بصوا شكلها عامل ازاي، وكمان هنعرف الاضرار بتاعتها، بس تابعوا معايا الحلقه. اعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك، ويلا بينا على الطريقه حالا. بسم الله هنبدا. عندي نوى تمر باي كميه انتوا عاوزينها، انا حابه دول مجمعهم يعني كان من رمضان كده. طبعا اي نوى بقى بلح اي نوع نحتفظ بيه، ما نرمهوش، نغسله كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين، ونغير الميه ليه كذا مره بحيث ان هو الميه تبقى كلير كده ونظيفه، وفي نفس الوقت اتخلص من الجزء اللي هو الرقيق ده، الطبقه الرقيقه اللي بتبقى على النوى نفسه من فوق، عشان دي لما بحمصه بتتحرق مني وبتغير طعمه خالص. غسلته كويس وتاكدت ان هو بقى تمام. هجيب بقى فوطه زي ما احنا شايفين كده، وانشفه كويس جدا جدا فوق ما تتخيلوا، عشان خاطر انا مش عايزه فيه نقطه ميه واحده. وزي ما احنا شايفين كده عندنا فوائد النوى بتاع البلح او التمر على الشاشه كده، وقفوا الشاشه واحده واحده واقروا معايا الفوائد الرهيبه اللي موجوده فيها، وكمان هنعرف الاضرار كمان، يعني مش فوائد بس، لا هنعرف الاضرار، مش هنكتر منها. هو بجد بس يعني فنجان واحد يوميا هيفرق معايا، لكن لو كترنا يعني هيضرنا جامد. خلاص هنشفه كويس زي ما احنا شايفين كده، وتاكد برضو ان مفيش اي جزء من اللي هو الجزء الرقيق اللي بيبقى على النوى ده، عشان خاطر تبقى كده فله معايا، مبقاش يعني مبقاش فيها اي مشاكل. خلاص وانتوا بتشوفوا كده معايا الحلقه اكتبوا لي ان بتتابعوني منين، وهل فعلا يعني اول مره تسمعوا عن القهوه اللي بنواه التمر دي، ولا عملتوها قبل كده، ولو عملتوها هل عجبتكم ولا ما عجبتكوش. اوكي خلاص كده نشف معايا وبقى تمام، مبقاش فيه ميه خالص. هجيب صينيه الفرن عادي جدا واحطها فيها، ممكن في طاسه على البوتاجاز، بس هتاخد معايا وقت شويه، ممكن في الاير فراير عادي جدا. اهم حاجه درجه حراره الفرن تكون هاديه، يعني على 160 على 150، ما تبقاش عاليه قوي عشان النوى ما يتحرقش معايا ويغير طعم القهوه ويخليها ممرره. لمدة قد ايه؟ يعني من 10 ل 15 ل 20 دقيقه على حسب ما يتحمص معايا، لان هي بتفرق من فرن لفرن، فاهمين قصدي. هاخدها دلوقتي احطها في الفرن، بس بوريكم الاول هتعامل معاها ازاي من وقت للتاني، اقعد اقلب فيها بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده كده. درجه التحميص بقى دي بتاعتكم، عايزينها غامقه، عايزينها فاتحه، عايزينها يعني على حسب ما انتوا عاوزين. ده الشكل اللي وصلنا ليه للنوى التمر. طيب هعمل ايه بقى كده، هطحنه ازاي؟ عادي جدا في مطحنه التوابل مفيش اي مشكله، ممكن في البلندر برضو هيتطحن معايا بمنتهى السهوله. طب مش هيبوظ لي البلندر خالص، هو خلاص بقى هش دلوقتي وسهل جدا يتطحن. طبعا هعمل بقى بطريقه البالس كده او النبضات بسيطه كده لغايه تتطحن معايا. بصوا قهوه مهما وصفت لكم ريحتها حلوه قد ايه مش هتصدقوني. برضو هكمل على حسب بقى درجة الطحن انتوا عاوزينها، عايزينها ناعمة عايزينها خشنة، على حسب ما انتوا عاوزين. واحطها كده في كوباية كده على جنب عشان اطحن بس بقية الكمية. طبعا هنا ممكن مثلا انتوا عايزين مثلا تنخلوها، تخلوها مثلا القوام بتاعها ناعم جدا مفيش مشكلة، عايزينها تبقى خشنة برضو مفيش مشكلة. هكمل بس بقية طحن الكمية اللي عندي. عايز اقول لكم ريحتها حلوه جدا وفوائدها يا جماعه رهيبه. ده مش كلامي لوحدي، ده كلام دكاتره كتير بينصحوا بالقهوه، نوع القهوه دي افضل من القهوه كمان العاديه، لان زي ما قلت لكم هي كمان مش مؤذيه، مفيده جدا لمرضى الانيميا زي ما قلت لكم ومرضى القلب. بس طبعا هو فنجان واحد بس كفايه يوميا برضه. خلاص هنا بقى الخطوه دي اختياري، مش عايزين تعملوها مفيش مشكله. هجيب كميه كده من البن وانخلها كده، او يعني احاول انا اطلع البودر الناعم فيها، واللي هيتبقى معايا في المصفى كده هرجع اطحنه تاني لغايه ما اوصل للقوام الناعم ما فيهوش اي شائبه. عايزين تعملوا الخطوه دي اوكي، مش عاوزين تعملوها ما فيش اي مشكله خالص. طيب انا عايزه احط لها مثلا اطعام او ريحتها تبقى زي اللي انا بجيبها من بره بالظبط، ما فيش اي مشكله عادي جدا، بس انخل بس بقيه الكميه اللي عندي زي ما احنا شايفين كده. الموضوع سهل جدا جدا.
هنا بقى هعمل ايه؟ هجيب عارفين الحبهان، طبعا القهوه بيبقى فيها حبهان وفيها ورد مجفف وكمان بيبقى فيها جوز الطيب، حطوا الحاجات اللي انت عاوزينها. هاخد بس الحب اللي موجود في الحبهان ده واطحنه كويس جدا، واخد كده بشره بسيطه من جوز الطيب، بتدريحه حلو قوي وطعم لذيذ، وكمان بتعلي معانا الحرق جدا جدا جدا. كل الخطوات دي اختياري، مش عاوزين تعملوها مفيش مشكله، بس صدقوني شويه السبايسز اللي بحطها دي بتديها طعم وريحه جنان بجد، بتبقى روعه. فنجان القهوة بقى على الصبح كده غير الفايدة، بنشم ريحته كده ونستمتع، لان طبعا كل سنة طيبين، الشتاء دخل خلاص فمينفعش الشتاء من غير القهوة. دول اخر بقى حبة كده طحنتهم خلاص، مش هنخلهم بقى خلاص مش مشكلة، احطهم على الحبة اللي انا خلتهم دول، واقدر بقى احتفظ بالكمية بتاعت القهوة اللي انا عملتها ديت في برطمان واشيلها عادي جدا، تقعد معايا سنة كاملة ولا يجرها لأي حاجة. اهم حاجة البرطمان او العلبة اللي انا احطها فيها تكون محكمة الغلق كويس جدا عشان ما تفقدش الطعم والريحة الجميلة بتاعتها. بصوا قوامها عامل ازاي، ناعم كأنها قهوة بالظبط. طبعا ممكن نستخدمها كده، وممكن نستخدمها نخلطها بالقهوة العادية، يبقى ايه يعني نستفيد بدي ونستفيد بدي، مفيش اي مشكلة. لكن انا هعملها كده الاول من غير اي حاجة خالص، هاخد بقى منها معلقة او معلقتين على حسب ما انتوا عاوزين. خلي بالكو هو قوامها خفيف طبعا، اخف من القهوة العادية بكتير يعني، بس كطعم قريب جدا جدا بنسبة يمكن 90% أو 95% من القهوة، وفي نفس ذات الوقت طبعا خفيفة كده وصحية مفيش منها اي مشاكل خالص. ممكن طبعا اعملها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، حطيت عليها خدت معلقتين او معلقة ونص على حسب، وعليها السكر الدايت، وعملتها كأنها قهوة عادي. بصوا شكلها ولونها حلو ازاي، طبعا مش بيبقى ليها وش قوي كده زي القهوة العادية، بس طعمها حلو جدا ويكفي الفايدة اللي فيها، مش هتحسوا باستغراب خالص من طعمها، لان هي فعلا لذيذة جدا ومفيدة جدا جدا جدا. بصوا الشكل كده، حاجة كده آخر لطافة، وعلى صوت بقى فيروز كده، ونستمع لصوتها الجميل ونشرب أحلى فنجان قهوة مليان مليان فوائد. وأحلى حاجة زي ما قلت لكم إن هو دي كاف، يعني مفهوش كافيين، يعني مش هيأذينا، مش هيخلينا نسهر ولا هيتعبنا، بل بالعكس هنستفاد يعني استفادة كاملة من الفنجان الجميل ده. طبعا ممكن نتعامل معها كده، وممكن نعملها كمان بالحليب برضو، هتبقى مش مشكلة عادي خالص، ينفع بالشكل ده، ونحط عليها الحليب وبرضو نحليها بالسكر الدايت او حسب اي تحلية انت عاوزينها وتستمتعوا بيها، ناخد منها فنجان يوميا. واحلى حاجة كمان ان سعراتها زيرو كالوري، يعني فيش منها اي ضرر، وكمان في الصيف نقدر نعملها ايس كوفي مفيش منها اي ضرر، وطعمها تحفة جدا جدا جدا. يا رب يا رب تكون حلقة النهاردة تكون عجبتكم، تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، واكتبولي في التعليقات لو مرة تعرفوا ان في قهوة بتتعمل من نواة التمر. اشوفكم المرة الجاية على خير، سلام.